تكلمت عن تجديد الذهن والقصد من هذا التجديد وكمان ذكرت طبعا تقديم الأجساد كذبيحة حية وعاوز كمان في نقطتين عاوز ممكن تشاركنا فيهن لأن هنا بيدمج الموضوع في موضوع العبادة عباداتكم العقليه وبعديها عاوز اسالك عن التغيير تغيروا عن شكلكم ايش الشكل اللي بيتكلم عنه اذا ممكن تشاركنا بفكره العباده العقليه واضح طبعا احنا كلمنا الذهن وعرفنا دلوقتي اسس نظام ان دلوقتي الذهن هو اللي فيه كلمه ربنا اللي الروح القدس ده البرنامج اللي بيقرا كلمه ربنا م. جوه حياه المؤمنين وبالتالي لما اقدم ذهني اسف لما ذهني يبقى ممتلئ بكلمه ربنا واقدم جسدي تقديم جسدي بصوره كامله وتكريس حياتي لشخص الرب بصوره كامله مره والى الابد هو عبادتي تصدق يعني اصبحت النهارده العباده ليست مرهونه بمكان ولا بزمان لكن اصبحت عبادتي هي الحياه المكرسه لشخص الرب بالتمام والكمال مم. فاكر المراه السامرية لما جت للرب رب. يسوع تساله آه بتقول له آه عن مكان العباده في جرزيم. انتم يا انتم تقولون في هذا في هذا الجبل واحنا بنقول في, في, أورو. في أورو. وانتم بتقولوا في اورشليم احنا واحنا بنقول في جبل جرزيم أيوة. آه فين لا 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 ده النهارده اصبحت العباده شيء مختلف الله روح الله روح تمام والذين يسجدون له فبالروح وبالحق ينبغي ان يسجدوا، وبالتالي اصبح النهارده اللي قدم جسده على المذبح او قدم حياته جملة وتفصيلا فكرا واراده وعاطفة لان ذهنه اصبح متجدد هو الذي يستطيع ان يعبد الرب في كل مكان وفي كل زمان، ليه؟ لانه محطوط على الايه؟ محطوط على المذبح فالنهارده اصبحت العباده مع اهميه الكنيسه طبعا واجتماعنا مع جماعه المؤمنين والشركه معهم إلى اخره ويوم الرب لكن اصبحت العباده تتجاوز حدود الزمان وتعلو فوق قيود المكان اصبحت ليه لاني انا ذبيحه حيه مستمره دائمه لاني عندي ذهن مستنير بصفة مستمرة فأصبحت النهاردة عبادتي للرب في كل زمان وكل مكان ما أقدرش أقول إيه ده النهاردة هاعبد ومش هعبد مم. أصبحت حتى بيتي عبادة مم. أصبح عملي أصبح عبادة أصبح حتى الأمور المادية أصبحت عبادة لأني ما أقدرش أجزأ حياتي مم. على الإطلاق تبقى شغلة صغيرة وهي كلمة عقلية عبادتكم العقلية وهو يقصد بعبادتكم العقليه ايه في بطرس الاولى اصحح اثنين الايه اثنين نلاقي نفس الكلمه يقول كاطفال مولودين الان اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش فهنا بيشبه اللبن بالطعام الطعام العقلي، ولكن عقلي ده مش ضد الروحي، لا، العقلي يقصد ضد السطحي، م. ضد المظهري، ضد الطقسي، ضد الأمور الخارجية، عايز يقول إن ده دا شيء داخلي، فعباداتكم العقلية زي بالظبط اللبن العقلي، يقصد به الشيء المفيد، الشيء المثمر، الشيء الغني الشيء الداخلي الشيء الحقيقي مش الشيء الوهمي ولا الشيء الشكلي ولا الشيء المظهري الخارجي الذي لا يؤثر في الحياة وبالتالي النهاردة الشخص الذي يقدم جسده نتيجة أنه أصبح له ذهن ممتلئ بكلمة الله والروح القدس بيقرأ هذه الكلمة فيه وقدم جسده على المذبح هو الشخص الذي يستطيع ان يقدم عباده روحيه حقيقيه وانه يجد للمواهب الروحيه ونفس الكلمه الروحيه تترجم عقليه ويجد لهذه المواهب ويجد للحياه الروحيه المتزنه مع الرب بالفعل ودي بنشوفها نتيجه لتجديد الذهن اللي بيقدم الجسد كذبيحه فيستطيع ان يتعبد للرب في كل مكان وكل زمان بالفعل